يعني بطل الحرب والسلام الشهيد محمد أنور السادات، اللي دايما الرئيس السيسي كل سنة في خطاب احتفالات أكتوبر بيوجه له دائما التحية، ولازم طبعا يضع الإكليل الزهور على قبره. الرئيس السادات طبعا من الشخصيات السياسية المحنكة الفذة جدا والنادرة، كان حتى ليه صورة شهيرة جدا وهو لابس الكرافات اللي عليها الصليب المعقوف وبيرسل رسالة ضمنية وهو قاعد جنب مناحم بيجن. فليه أيضا رسالة يعني ضمنية لما نزل الأسرى الإسرائيليين بالبيجامات الكاستور. حضرتك بتشوفي يعني الشخصية المصرية بقى في السادات والتركيبة دي بتقول إيه؟ خلينا أبدأ لك بحاجة، اللي بيدعوا يعني كلمة هزيمة ويستخدموها، إسرائيل في سنة 67 لما وجهت الضربة الأولى وضربناها في راس العش بعد 4 أيام انتبهت إلى أن الضربة الأولى حلم لن يتكرر، فغيرت القانون بتاع التجنيد في إسرائيل إلى سن كام سنة للمرأة والرجل على السواء أن يذهبا مجرد ما يسمعوا كلمة سر في الراديو أو التلفزيون أن يذهب لأقرب وحدة عسكرية لممارسة التدريب باعتبارهم جيش احتياطي. المرأة والرجل لسن 55 سنة، يعني تبقى ست عندها 54 سنة منهكة بس لازم تروح، ولا يعفى إلا المرأة الحامل. فده بيعكس لنا إيه؟ لما يغير هو قانون التجنيد بهذه الصورة يبقى هو اللي في وضع خايف. وهنا لازم افتكر أغنية الأبنودي صباح الخير يا سينا، لما يعني استعادت سينا بشكل عاطفي، صباح الخير يا سينا رسيتي في مراسينا، تعالي في حضننا الدافي ضمينا وبوسينا يا سينا. احنا عندنا 1250 أغنية وطنية، مصر تتمتع بتراث من الأغاني الوطنية، أنا عاملة عليه دراسة الدور الاجتماعي والسياسي للأغنية الوطنية. 1250 أغنية وطنية، نحن الذين نغني للوطن من أيام ما غنينا وحوي يا وحوي إياح. وحوي يا وحوي إياح دي أغنية وطنية باللغة المصرية القديمة، بيغنيها الشعب والجيش المصري لما انتصر أحمس على الهكسوس وشالوه على الأعناق، وقابلته والدته إياح حطب فقالوا لها وحوي يا وحوي إياح افرحي افرحي يا قمر فولدك حارب وانتصر. طبعا احنا خدنا هذا الاحتفال بنفس كلمته اللي هي ما هياش لغة عربية ونقلناها لاحتفالات أخرى جنب الفانوس إلى آخره. فهنا بنلاحظ حاجة، إنه الجيش المصري، لأنه الشعب المصري هو اللي الأمة المصرية هي التي تضع من رحمها جيشها، فهذا الجيش قام بدور اجتماعي مهم جدا. إيه جيش الدور الاجتماعي؟ إنه يحمي، يعني يقوم بسياج اجتماعي أيضا وليس بسياج عسكري عشان يقف في مناطق الدفاع. وهنا أنا كنت عملت دراسة بتوري حاجة، إحنا أي مجتمع ناضج بيعمل حاجة اسمها الضمير الجمعي، يعني إحنا كلنا مؤمنين بمجموعة أفكار وقيم ودين وعادات وتقاليد مشتركة ومخلصين ليها، وكل يوم واقفين على دائرة زي الدائرة دي اسمها دائرة الضمير الجمعي، بنقول لنفسنا كل يوم أنا نجحت وعملت إيه؟ أنا أديت واجبي في مهنتي، أنا ربيت أولادي كويس. كل يوم بنحاول نضيف لهذا المجتمع، مش كده؟ في دور لحضرتك كمان مهم قوي في التدريب على الكلاشينكوف. الحقيقة عشان أضيف لحضرتك، إحنا البنات كلية الأداب سنة 67 انتهينا من الامتحانات وانطلقنا إلى ملاعب كلية الزراعة بجوار جامعة القاهرة، هي تابعة لكلية الزراعة، وقلنا للقيادات العسكرية هناك يا جماعة إحنا عايزين نتدرب عندكم عشان نبقى الظهير المدني للجيش. الحقيقة الضباط في البداية يعني قالوا طيب هتتدربوا على ضرب الحقن والحاجات البسيطة يعني، فقلنا لهم لا إحنا الظهير المدني وإحنا قد المهمة، فقالوا لنا طيب بدام انتوا شايفين نفسكم كده دربونا على عمل قنابل المولوتوف. القنبلة المولوتوف عبارة عن زجاجة فيها مادتين بيتحطوا فوق بعض في وضع آمن، لكن لو قلبتيها بيحصل تفاعل هتنفجر بعد كده، فنقذفها على أبعد مكان ممكن ونترمي على الأرض عشان الانفجار ما يأثرش علينا.
كمان اتدربنا على مدافع كلاشينكوف، ودي مدافع كانت روسية عملها الجنرال كلاشينكوف، وسميت في مصر مدافع بورسعيد الرشاشة. المدفع ده كان صعب في تكوينه، وطبعا أكيد تعرض دلوقتي للتطوير يعني، بس كان الضابط قال لنا أنتوا هتتدربوا 5 أيام، وفي اليوم الثالث هتتدربوا الذخيرة الحية، لكن في ال5 أيام هتتدربوا على الخطوات. فهو يصدر الأمر في الأول أن المدفع عادة المدافع الرشاشة بتستخدم تحت الباط، إنما هنا إحنا استخدمناه كبندقية، فهو يقول من الأول عمر، فما يقول عمر نروح شادين يد التعمير، ودي كانت قاسية جدا، وكانت إيدي بتتعور وأنا بشد يد التعمير وخبي الجرح اللي بيحصل عشان الضابط ما يقوليش مش هتتدربي. فنعمر فنحط، هي الخزنه بتسع 36 طلقه، بس هو خلانا ناخد 4 طلقات فقط. احنا محتاجين نقعد مع حضرتك بقى يعني في لقاءات اخرى علشان تحكي لنا بقى القصه بتفاصيل اكتر، لكن عايزين في نهايه اللقاء برضو كلمه اخيره او رساله اخيره من حضرتك للمشاهدين، ورساله برضو اخيره من حضرتك الاستاذ شعبان، اتفضل. اتمنى اننا نحفظ الذاكره، لانه الهويه تتاكد، يعني ما نقول احنا مصريين، الهويه تتاكد بتدعيم الذاكره من خلال برامج تعليميه، من خلال المدرسه، من خلال حواديت الكبار في الاسره. فاذا الذاكره هي التي تؤكد الهويه، وبدون ذاكره لا يصبح الناس قادرين على التمسك بهويتهم، والمصريين قادرين على التمسك بالهويه بقوه. أكيد. وهي بالنسبه لنا اغلى من العمر نفسه. اكيد. استاذ شعبان كلمه اخيره. انا عايز اقول للناس ثقوا في مصر، ومصر اللي صنعت 6 اكتوبر وحرب الاستنزاف، واستطاعت انها تقف قدام عدو شرس. صحيح. لن تنهزم. ولو تعرضت لأي كبوة أو أي معضلات فهتقوم مرة أخرى. ثقوا في هذا البلد العظيم لأنه له حضارة عظيمة. بشكركم شكرا جزيلا ونورتونا، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وبشكر طبعا الأستاذ أكرم القصاص، بشكرك شكرا جزيلا. يعني احنا الحقيقة برضو فخورين بانتصار أكتوبر، وكمان حياة دكتورة هدى ألقت الضوء، وأكيد عندها تفاصيل الأسر المصرية والشعب المصري، وإزاي كان مع الجيش، وإزاي كان بيساند معنويا، حتى الأسر كانت بتتقشف، والناس كانوا بيروحوا البنوك يتبرعوا بدبلة وخاتم. صحيح. دي قصص عظيمة جدا. أعتقد توثيق الحاجات دي لصالح المستقبل، إن إحنا سينا ما زالت مستهدفة، التنمية مستمرة، الإرهاب حاول، كل دي كانت انتصارات برضو بيحققها أبنائنا من القوات المسلحة، وتستمر التنمية دي جزء من الانتصار، وتأكيد على هذا الأمر.